برسا كرة ولا أروع لبرشلونة أو الكرة نيمار. نيمار في 3 دقائق في بداية المشوار البرازيلي يمشي الغدا نيمار ولا أروع كرة جول الهدف الأول راكيتيتش راكيتيتش مال البرسا جراند برشلونة يا ولد يا ولد ما فهموهاش يا ولد ما لقاوهاش يا ولد الفريق الإسباني العالمي برشلونة يفتح مداولة التسجيل 1-0 في أقل من 3 دقائق 1-0 للبلاو جرانا 1-0 لبرشلونة 1-2-3 القادمون من الخلف كورة في الجول راكيتيتش يفتح سجل النهائي لكن لن يكون أسرع هدف في النهايات الهدف الرقم القياسي يبقى مسجل بسمالديني 2005 ملا كورة ملا ثلاثية ملا مثلث لما عندك نيمار لما عندك انيستا لما يكون راكيتيتش مش ممكن تتصدى يا بوفون 1-0 هدف معنويا يقسم ظهر الطليان ولا أروع من الفنان أندرياس إنييستا للراكي وراكيتيتش يسجل هدف المباراة الأول وسط فرحة الألماني ابن الدار يا مركزي حلوة برشا حلوة برشا لشتاينير لشتاينير عدى كورة دار ضربهم جول مش ممكن جول مراتا كوراتو راتي ديلا يوفنتوس مراتا مراتا مراتازو مراتازو راتي راتي على سيميليانو أليجري لا يموتون لا يموتون الطليان يستعرضون الروح ضد المهارة الروح ضد الملاعبية الروح ضد الكورشية 10 دقائق من الشوط الثاني مراتا يفعلها رجل المهام الصعبة رجل المهام الصعبة يا اسباني يا شكساك على الاسبان مش ممكن مش ممكن مش ممكن تير شتيغن يوقف كورة ومراتا يحطها بالقوة بالعنف ادخل ادخل راتيني هدف التعادل للجراند يوفنتوس اه يا تشيتي شوفك الروح شوفك الروح شوفك وريني السنيك البيضة يا حبيبي مش ممكن يا البوفون شوفك المشجع يا بابا تاكلك شوفك المشجع الثاني تهرب بيك شوفك السيد يا بابا يا بابا اليوفي لا يموت هدف التعادل لألفارو ميسي اليوفي لازم ما يتبعش برشا لازم يلعب نفس التوازن يجيهم ميسي ميسي حطها والكرة خطيرة والهدف الثاني والهدف الثاني لويزاتو لويس سواريز جول جول ديل برشلونة البرسا قلت لك عندهم العفريت عندهم العفريت عندهم العفريت عندهم العفريت يطلبوه في اي وقت يخرج لهم في اي وقت يمنحهم في اي وقت يخلصهم في اي وقت في فترة أفضلية اليوفي وفي فترة اقتراب اليوفي وسبحان الله في كرة الهجوم قلت اليوفي لازم ما يطمعش برشا ما يخليش المساحات ترك المساحات البرسا بالكونتر اتاك يتقدمون يسجلون التركي في قفص الاتهام بونوتشي يهاجم التركي يقول قضيت على كاسنا في كورة من هنا سجلوا من هناك هنا قوة العفريت هنا يتهبط الشر هنا كل شر كرة القدم في خير برشلونة ولكن شر على الخصوم ميسي يسدد جيجي يوقف ولكن لفترة لأن المتابعة والمواكبة لهدف ثاني لبرشلونة عن طريق لويس سواريز هدف النهائي هذا المساء 2-1 راكيتيتش كان قريب راكيتيتش كان ممكن يدخل التاريخ ولكن لويس قال له خليها لي خليها لي 2-1 اليوفي لويس انريكي يجري كأنه الولد الصغير تتحسر ويتحسرون على كورة ضاعت من هنا أو لقطة دعم البرشا الشك لم تصفر ممكن بنالتي من هناك يسجل الثاني من هنا ماكس الاسبان خلاص ربحوا ونيمار نيمار نيمار وبيدرو ما تقوليش تسجل ويدخل توا مش ممكن بيدرو بيدرو نيمار نيمار يسجل نيمار يسجل نيمار يسجل نيمار يعادل يعادل رونالدو ويعادل ليونيل ميسي ني ني نيمار البرازيليرو انجول التيرسيرو ديل بارسيلونا كامبيون دي اوروبا نادي برشلونة العبرة بالخواتيم عاد اليوفي